السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك بلادي. نص الرسالة الثانية من تركيا للشيخ لمحمد صلاح بعد هدفه في مباراة مصر وتونس. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي يصلكم كل جديد. دعب تركيا للشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد فيديو أغنية هدد للفنان عمرو دياب. ونشر صلاح عبر حسابي على انستغرام فيديو له وهو يستمع لأغنية هدد خلال ركوبه السيارة، ووجه آل الشيخ رسالة طريفة إلى صلاح عبر حسابي بالفيسبوك قائلا: أبو صلاح الموضوع وسع وورانا مصاريف لبيراميدز، في إشارة إلى حقوق الملكية على اعتبار أنه مؤلف الأغنية. ولم تكن هذه هي المرة الأولى لمداعبة آل الشيخ لصلاح، حيث سبق وأن ظهر اللاعب في مقطع فيديو يغني فيه أغنية برج الحوت برفقة زميله المدافع الكرواتي لوفرين. وقال حينها تركي لصلاح: أبو صلاح عاوزين حقوق الأغنية. ومن المعروف أن تركي آل الشيخ هو مؤلف أغنية برج الحوت للفنان عمرو دياب. وواصل نجم ليفربول محمد صلاح تألقه مع المنتخب المصري، حيث قاد إلى الفوز على تونس بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019. وسجل صلاح هدفا قاتلا في الدقيقة 90 بعد 1-2 مع صلاح محسن ليضع لاعب ليفربول الكرة ببراعة من فوق الحارس. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.